اليوم طبعا سعيدين بالتواجد في افطار صائم تقوم في الجاليه الهنديه في مملكه البحرين. طبعا حضور 3000 شخص وهو عدد كبير من ضمن البرامج اللي تقوم فيها في شهر رمضان الكريم. طبعا محافظه العاصمه كان لها دور كبير في توزيع حمله افطار صائم بشكل يومي، تم توزيع افطار صائم وايضا توزيع السلال الغذائيه على الاسر المتعففه والمحتاجين في محافظه العاصمه. مشاركتنا اليوم هي دلاله على اهميه الترابط والتآخي خصوصا في شهر رمضان الفضيل، وشهر محبه وتعاون. ولو تلاحظون الكل يعني طبعا مستانس بتواجده اليوم في هذا الافطار. الفعاليه متفقين مع جمعيه ام سيل الهنديه والتعاون مع تجار سوق المركزي حق افطار صائم حق الجاليات اللي يعملون في السوق المركزي وحواليه، والتعاون مع محافظه العاصمه مع الاخوان في مجموعه من التجار مساهمين مشاركه في هذه الفعاليه. يعني 10 الاواخر من شهر رمضان، وكل عام وانتم بألف خير. شيخ، مملكة البحرين مملكة الإنسانية، مملكة الكرامة الإنسانية، مساواة الإنسانية. في أيام رمضان مملكة البحرين يعني مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، شهر رمضان شهر مواساة، يأتينا الخير. ودائما نحن مع البحرينيين نقعد معهم في المجالس، نفطر معهم، أيدينا تخلط معهم. حب والكرامة دائما في مملكة البحرين وموجود دائما في ايام رمضان. نحن نستانس، مملكه البحرين تحتضننا وتراعينا وتعطي اجانب اكثر مما نعطي، اكثر مما نستحق. هذا هو مملكه البحرين.